حسام رمضان محمد مبروك حرازه، مدير اداره الفحص في ضرائب مبيعات راس غارب في وزاره الماليه. سنه 2011 2012 حصل ابني على الثانويه العامه بمجموع 83%، وتم التحاقه بكليه الشرطه واجتاز جميع الاختبارات. وفي بعض الناس اتصلوا بينا باركونا يعني الولد قبل وبتاع بعد ما عدى كل حاجه حتى كشف الهيئه. وفوجئنا ان في الفتره دي خيرت الشاطر قعد مع السيد وزير الداخليه وفرض عليهم 70 واحد من جماعه الاخوان الارهابيه، فاضطروا ان هم يعالجوا الموضوع فشالوا 70 واحد عشان يحطوا 70 واحد بتاع الاخوان. فكان من ضمن ال 70 واحد اللي اتشالوا كان ابني، وفوجئت جبنا اسم الولد اللي دخل مكانه، حصل على 73%، وكان والده امام زاويه بيدعي لمحمد مرسي في الانتخابات. اضطريت ان انا رفعت قضيه قدام القضاء الاداري فرفض الحكم. اضطريت بعد كده رحت عامل طعن في الاداريه العليا في مجلس الدوله، والحمد لله بعد 3 سنين ربنا وفقنا وخدنا الحكم اللي كان منطوق الحكم هنا كان بنص على حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من عدم قبول نقل الطعن بكلية الشرطة ضمن الطلبة المستجدين في العام الدراسي 2012-2013 وما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بسودته دون إعلان وألزمة الجهة الإدارية المصروفات. فالنهارده حضرتك احنا واخدين حكم ومن جهة من أعلى جهة تعتبر في مجلس الدولة اللي هي جهة المحكمة الإدارية العليا. المفروض انا باخد الحكم وطلعت على كليه الشرطه سلمنا الحكم وبتاع وفوجئنا بيهم بيتصلوا بينا تعالوا عشان ايه ننفذ الحكم. والمفروض النهارده انا طالب عدى كشف الهيئه وعدى الاختبارات الطبيه وعدى الرياضي وعدى كل حاجه، المفروض انا بنفذ الحكم على طول. للاسف لقينا كليه الشرطه في اسلوب مش مظبوط، قال لك لا احنا هنعيد الكشف الطبي تاني وهنعيد الرياضي وهنعيد، المفروض ده كل ده بناء على الحكم، المفروض ما يتعملش حاجه من الحاجات دي. وللاسف كان هو وحوالي 59 معايا اللي هم كلهم 60 واحد طلعوهم باسلوب ملتوي على اساس ان هم نفذوا الحكم. فانا بناشد السيد وزير الداخليه يا ريت حضرتك ننفذ الاحكام لان دي اعلى مرتبه في القضاء وهي مجلس الدوله. ايوه كنت شفت عملت ايه بقى بعد ما عملت الكشف الطبي؟ ما رضوش حتى يدونا، قالوا هم عملوا ايه، اتصلوا بيهم وقالوا لهم خلاص انتوا ساقطين في الطبي وبتاع، طب ادينا مبررات، ادينا ورقه تثبت الكلام ده، ادينا اصل الحكم، قال لك مالكمش حاجه عندنا. وراح طاردين الناس بره. مش قلت في حضرتك عندهم دوالي ما هم اللي قالوا الدكاتره هم بيكشفوا على الطلبه قالوا ان اغلبيه الطلبه عندهم دوالي في الخصيه، مش معقول يعني 60 واحد هيبقى عنده دوالي في الخصيه. وناصور عصعوصي وطلبه طلعت اللي راح المستشفى العسكري في الهايك ستيب وجابوا شهادات عكس الكلام اللي هم قالوه. وانا جبت شهادات من التامين الصحي بناء على شهادات من دكاتره اساتذه من ضمنهم اللواء عبد السلام جمعه استاذ عظام بالكلام اللي هم قالوه. ومعانا الشهادات تثبت الكلام دوت. انت بتطالب مين؟ انا بطالب السيد وزير الداخليه، يا ريت حضرتك ننفذ الاحكام. لما وزاره الداخليه ما بتنفذش احكام، يبقى مين اللي هينفذ الاحكام؟ شكرا.